يلا هلا هلا بالشباب هلا حتى اللحمة لا تقلي لا تكون بخيل شو عم تسوي؟ والله عم نسوي لك أكل يخرب بيتك والله ما بدنا لحمة أنا ما بدي لحمة بدي جبنة بعفة مثل الفيرة ما بتاكل غير جبنة على القنوب والله العظيم حبيته مع العنب أشوف هاي الصوص تبعنا تفضل ها ليك هي عم حمركم اياها يا شباب هاي مشان كله مشان احمد هل... ليش احمد عم يشبع اكلت واحده بس ما شبعنا خلص خلص سوي لي اربعه انت دفعت 10 يورو ما بصير لازم اعمل لك خمس وحدات لا سته وحده على حسابي خلص انا فاد على حسابي كمان ها وحده على حساب معلم دياب ايوه يعني انا شو عم تسوي هون انت ليش هدول بايدي ليش هدول بايدي هدول مشان تشتغل يا ابي هدول مشان تنظف الارض فيه هلا بيبدا يضل اخر شيء يحمل وينظف وكذا انا ولا مين ولا ديار اكيد ديار يعني مين معلم احمد بتسوي شيء معلم احمد بس حطه للتخريب للحرق للتخريب